يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، هناك سؤال يتبادر لذهن الكثيرين، وكل من يقرأ سورة الرحمن يتولد في ذهني هذا السؤال: لماذا تكررت آية فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تكررت 31 مرة. بعض الملحدين قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم عندما ألف القرآن كان ينسى وكان يكرر بعض الآيات، وكان يضع آيات لا معنى لها، وكان يضع ألغازا مثل ألف لام ميم وحاميم وكذا. ومن جملة الكلام المكرر أنه كرر فبأي آلاء ربكما تكذبان 31 مرة، وهذا رقم عشوائي. وطبعا من هذا الكلام، أنا اليوم قبل سنوات قمت بتأمل النظام أو المنظومة الرقمية في القرآن الكريم، وجدت أيها الأحبة أن هناك نظاما رقميا عجيبا يقوم على الرقم 7. كل القرآن كأنه برنامج يقوم على الرقم 7. أحبتي في الله، دعوني أولا أتأمل هذه الآيات سورة الرحمن، ونتأمل كيف تكررت فبأي آلاء ربكما تكذبان بصورة مذهلة تتناسب مع الرقم 7. وقلنا إن أساس النظام الرقمي في القرآن في الحلقات الماضية يقوم على المصفوفات الرقمية، وهي أعقد طريقة في الرياضيات. هناك طريقتان أيها الأحبة، يمكن أنت أن تجمع الأرقام، وهناك طريقة لصف الأرقام، أن تصف الأرقام وتقرأها، فيتولد لديك ما يسمى بالسلسلة العشرية التي أساسها الرقم 10. هذه السلاسل لم تكن معروفة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما طريقة جمع الأرقام والحروف معروفة. فالله عز وجل وضع في كتابه طريقة جديدة ستكتشف لاحقا، ليؤكد لك أن هذا النظام هو من عند الله. الآن دعوني فقط أنا أتأمل معكم سورة الرحمن. هنا هذه هي سورة الرحمن. أنا قمت طبعا أيها الأحبة بتلوين الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان باللون الأزرق. انظروا معي أحبتي في الله، هذه هي سورة الرحمن. تبدأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، وهكذا حتى نصل إلى قوله تعالى: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه الآية هنا رقمها كم؟ 13. ثم تتكرر الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان في الآية رقم 16 هنا أيها الأحبة، ثم تتكرر في الآية 18، وتتكرر في الآية 21، ثم في الآية 23، ثم في الآية 25، وهكذا حتى نصل إلى آخر آية نجد فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان رقمها 77. طيب، الملحد يقول: يا أخي ما هذه الأرقام؟ هذه أرقام عشوائية ليس لها أي معنى، سواء كان أول آية رقمها 13 أو 17 أو 20، أو كانت آخر آية رقمها 77 أو 80 أو 60، كله أرقام عشوائية. انتظروا قليلا سوف نكتشف بناء رقميا معقدا يقوم على الرقم 7. أحبتي في الله، العمل الذي قمت به بكل بساطة، كما قلت لكم، نحن تعودنا في المنظومة الرقمية السباعية في القرآن أن نصف الأرقام بجانب بعضها لنحافظ على هذه الأرقام، لأن طريقة جمع الأرقام الحقيقة الأرقام تختلط ببعضها. يعني عندما نقول مثلا، مثال: أول سورة في القرآن رقمها 1، وآخر سورة رقمها كم؟ 114.
عندما نجمع هذين الرقمين يختلطان ببعضهما ويعطينا رقم 115 لا معنى له، بينما عندما نصف الأرقام يعني نضع الرقم واحد هنا والرقم 114 يصبح لدينا عدد 1141. هذا العدد يظهر فيه الرقم واحد ويظهر فيه العدد 114. العدد 1141 هو مصفوف الرقمين يقبل القسمة على 7، أي من مضاعفات العدد 7. إذن طريقة صف الأرقام تتميز بأنك ترى الأرقام أمامك ويتشكل رقم كبير جدا يبقى من مضاعفات العدد 7، لأن النظام الرقمي في القرآن يقوم على العدد 7. انظروا أيها الأحبة، أنا هنا قمت بصف هذه الأرقام. الآية الأولى قلنا رقمها 13، الآية الثانية 16 ثم 18 وهكذا حتى تصل لآخر آية رقمها 77، وهذه هي الآيات. الآية هنا الأولى 13 ثم 16 ثم 18 ثم كذا وهكذا آخر آية رقمها 77. إذن نحن فقط وضعنا أرقام الآيات 13 16 18 21 23 25 28 30 32 34 36 38 40 42 وهكذا حتى نصل إلى آخر آية 77. طيب الآن لو قرأنا هذا العدد، الحقيقة هذا العدد يصعب قراءته حقيقة، يعني رقم يتألف من 62 مرتبة. هذا هو أيها الأحبة، طبعا هنا الرقم طويل جدا والشاشة لا تتسع لكتابته. فانظروا هذا العدد هنا 77 75، نرى فيه أرقام الآيات. انظروا 73 وهكذا حتى نصل إلى أول آية رقمها 13. طبعا قمنا بترتيب الآيات حسب ترتيب المصحف من اليمين إلى اليسار، 13 16 18 وهكذا. هذا العدد الذي يمثل أرقام فبأي آلاء ربكما تكذبان مصفوفا، هذا العدد من مضاعفات الرقم 7، أي أننا إذا قسمنا العدد على 7 ينتج عدد صحيح بلا فواصل. سبحان الله، ينتج لدينا عدد صحيح إذا قسمنا هذا العدد الكبير جدا الذي أنا أعجز عن قراءته، لأنني سأضطر لتقسيم، يعني عدد من 62 مرتبة سأضطر لتقسيمه لمجموعات، مثلا 9 أصفار أو 12 صفر تريليون. يعني هو تقريبا يمكن أن نقرأه معا أيها الأحبة، هذا العدد سيكون 77 تريليون 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 و 757 أيضا تريل، يعني عدد معقد إذا أردنا أن نقرأه سنحتاج حلقة كاملة. فهذا العدد من مضاعفات الرقم 7. العجيب أننا لو قرأنا العدد باتجاه معاكس، لأن الآية موجهة للإنس والجن وتقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني فبأي نعم ربكما تكذبان، حتى لو قرأنا العدد باتجاه معاكس يعني يصبح العدد 77 هنا والعدد 13 يصبح هنا 31، لأننا قرأنا العدد معكوسا من اليمين إلى اليسار، أيضا يبقى هذا العدد من مضاعفات الرقم 7، من مضاعفات الرقم 7. والآن هذه الآية لماذا تكررت 31 مرة وليس 32 مرة؟ ما الحكمة من العدد 31؟ أيها الأحبة، إذا قمنا بصف الأرقام من 1 إلى 31 بنفس الطريقة تماما التي صففنا بها أرقام الآية، نجد عددا، هذا هو أيها الأحبة، انظروا 1 2 3 4 وهكذا إلى 31، هذا العدد من مضاعفات العدد 7. وحتى لو قرأناه من اليمين إلى اليسار من مضاعفات 7 أو من اليسار إلى اليمين يبقى من مضاعفات 7. طيب أيها الأحبة، يعني الآن سنخلص إلى النتيجة
المهمة، أن أرقام الآيات حيث وردت فبأي آلاء ربكما تكذبان شكلت عددا من مضاعفات السبعة باتجاهين، والعدد التسلسلي من 1 إلى 31 أيضا يشكل لدينا رقما كبيرا من مضاعفات السبعة مرتين. ولا نملك إلا أن نقول إن تكرار هذه الآية له نظام وله حكمة وله إعجاز يشهد على أن الله تبارك وتعالى هو من أنزل هذه الآية، وأن التكرار مقصود لنأتي اليوم في القرن 21 ونكتشف هذا النظام البديع، لنشهد أن هذا القرآن كلام الله، ونحمد الله تعالى كما علمنا أن نحمده عندما قال وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.